My name is Ahmed Alanazi. I came from Riyadh. It was a great experience and it was a productive day. اليوم حضرت الأوبن داي حق بنك الخليج. صراحة استفدت منه كثير. خذيت معلومات كنت محتاج إني أعرفها، أقسام إيش المفروض إني أنا أتعلمه، إيش المفروض إني أنا أختاره. فصراحة كان يوم جدا ممتاز. حاب أشكرهم على أنهم عطوا توجه للفريش جراجويت، لأن الحين في الوقت الحالي صعب جدا تلاقي فرصة مناسبة. I was honored to come to the GIB Open Day. I met a lot of professionals and it was a pleasure. السلام عليكم، فريدة حريري، جاية من جدة وتخصصي فاينانس، وصراحة جدا مبسوطة إني جيت اليوم الأوبن داي لـ GIB. صراحة جدا استفدنا كثير وتعرفنا على ناس كثير، يعني مو بس من الطهران، حتى من البحرين، من الرياض، يعني حلو الفرايتي وحلو الكولتشر.